متابعي لالا بلوس، حنا اليوم في تغطية خاصة للدورة التاسعة من الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، ندخلو نكتشفو. الوغ حنا متواجدين في ستاند ديال الجهة الشرقية بالمعرض الدولي للتمور في أرفود، وحنا دابا في ستاند ديال الجهة الشرقية باش نتعرفو على أنواع التمور اللي كتميز بها هاد المنطقة، وباش يكون عندنا المزيد من المعلومات والمعطيات بخصوص أنواع التمور. معايا فاطمة زهرة البداوي اللي هي المسؤولة عن التواصل في المديرية الجهوية ديال جهة الشرق. فاطمة زهرة مرحبا بك معنا، ما كرهناكش دونا شويه على انواع التمور اللي كتميز بها المنطقه الشرقيه. داكوغ، بارك الله فيك، مرحبا بكم في رواق جهه الشرق. دونك يمكن قبل ما نهضروا على الانواع ديال التمور اللي كتميز بها جهه الشرق، غادي نهضروا على المخطط الفلاحي الجهوي اللي عطى واحد الاهميه كبيره للتمور واهتم بسلسله ديال التمور اللي عمل على توسيع ديال المساحه وتحسين الانتاج وتثمين المنتوج وانعاش تسويق هذا المنتوج. هي موحد الناحيه هي اللوغو ديالها، هي الذوق ديالها مختلف جدا على الانواع ديال التمور الاخرى. هي لاشيغ، يعني شنو كنسميوها، القشره ديالها غليظه، يعني ما كتكونش رقيقه، كتكون غليظه، وفي لوغو ديالها تري ابريسي، يعني مرغوب فيها ومفضله عند الناس. لا سوبرفيسي ديالها كما قلت لك هي ما كبيرهش بزاف، ولكن الجوده ديالها عطاتها واحد الاهميه كبيره، كتميز بها جهه فيكيك بالضبط، وعطاتها هاد لا كاركتيرستيك اننا قدرنا نعطيوها البيان الجغرافي المحمي سنه 2013. شحال تقريبا الثمن ديال هاد التمر هذا؟ لان الناس بزاف غادي يكونوا متشوقين باش يشريوه ويذوقوه. داكوغ، هي لو بري ديالها كيتراوح ما بين 100 حتى 120، ويقدر يوصل ديفو حتى 160 الا كان لو كاليبر ديالها شويه كبير. دونك هي لو بري ديالها شويه طالع، حيت كما قلت لك لا سوبرفيسي ديالها ماشي كبيره، ولكن هي مطلوبه ومرغوبه جدا عند الناس. اخر سؤال هو انه مؤخرا ولينا كنشوفوا ان من التمر نقدروا نحصلوا على منتجات اخرى بحال الكونفيتور، بحال معجون الاكل، زعما ديريه مع الخبز، بزاف ديال الحوايج. دبلنا شويه على هذا الجانب هذا. بالنسبه للتمور، يعني للانعاش ديال التسويق ديالها، دونك بدات كتحول، يعني كيديروها سو فورم لا فالوريزاسيون، يعني سو فورم دو سيرو، سو فورم ديال كونفيتور، سو فورم ديال المعجون. دونك هادو من بين الحوايج اللي ما كتبقاش كتبيع غير التمر كمنتوج، ولكن كتبيع التمر فالوريزي، دونك كتعطيه واحد القيمه مضافه اكثر. الوغ دابا حنا في الجناح ديال الامارات العربيه المتحده، ومعايا هنايا هاد السيده الجميله اللي غادي تهضر لنا شويه على المميزات ديال التمور بمنطقه الامارات العربيه المتحده. السلام عليكم، انا اسمي زينب من الامارات، من شركه ليوا للتمور، شركه اماراتيه، وجينا باش نقدموا هنايا التمور ومنتجات ثانيه غير التمور، مش تمور عاديه، يعني منها اللي هي التمريلا، اللي هي عندنا مخللات، في عندنا خل، في عندنا الخل بلسميك، يعني عندنا تمور ومنتجات التمور. نخليو في التمور، بغيناك تقرب لنا شويه من انواع التمور اللي كاينه في الامارات العربيه المتحده. شنو بحال هنا كاين المجهول، كاين بزاف ديال الانواع، في الامارات شنو نقدروا نلقاو؟ الامارات كاين انواع كثيره، اللي هي منها الخلاص، وفي منها الشيشي والسلطانة، وفي نبتي سيف، هاي كلها تمور كثير، يعني زي بحال اللي كتعرفوا، يعني الإمارات معروفة بالتمور. وشنو المميزات، زعما شنو الفرق ما بين التمور اللي كاينه في الإمارات والتمور ديال المغرب؟ سيغمون كاين فرق بيناتهم. كاينش الفرق بزاف، غير كل واحد وميزته، يعني كاين التمور اللي هي إماراتية والتمور اللي مغربية، فيش يعني ما كاينش الفرق. ما كاينش فرق في المذاق، يعني المذاق ديالهم كيكون بحال بحال. كاين التمور اللي احنا عندنا مثلا بالامارات كاين فيها انواع، كاين تلقايا سكرها قليل، كتلقايا سكرها يعني وسط، كتلقايا سكرها كثير،
اكيد نفس الشيء هنايا في المغرب.